بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ماذا تفعل من مات زوجها وسندها ومن كان يعينها على شقاء الدنيا، من كان يضمن لها السكون في حياتها الدنيا بعد أن فقدت به الأمل وفقدت الحنان وفقدت الحماية، تقريبا فقدت كل شيء إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. ماذا تفعل من غاب زوجها وتوفاه الله؟ حقيقة هذه مجموعة من النصائح أحبتي في الله أحببت أن أبثها لكم بناء على رغبة الكثير من الرسائل التي جاءتني. يعني الموت مصيبة كما سماه القرآن، هو مصيبة الموت. العمل المثالي أيها الأحبة الدعاء، الثقة بالله، الالتجاء إلى الله. هذا أول عمل يجب أن تفكري به أختي الفاضلة. الرجل إذا كان مخلصا وكان وفيا وكان حنونا وكان كريما وكان محبا لبيته، لأولاده، لامرأته، الحقيقة هذا كنز لا يعوض، وبالتالي يترك أثرا كبيرا في قلب المرأة، يخيم على حياتها الحزن، لم تعد ترى شيئا له طعم في هذه الدنيا. طبعا هذه النظرة المتشائمة ينبغي أن تتخلصي منها فورا، لأنها نظرة مدمرة، نظرة يائسة. الله عز وجل لا يكتب للإنسان يوم الموت ويختار له الموت إلا أن يكون فيه مصلحة له، لأن المؤمن، انظروا أحبتي في الله، المؤمن كما أنبأنا النبي عليه الصلاة والسلام، علمنا دعاء ندعو به عندما نكره هذه الدنيا، عندما نشرف على اليأس، واليأس كفر طبعا، عندما تغلفنا تغشانا الأحزان. اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان الموت خيرا لي. فلسان حال المؤمن يقول: يا رب أنا كما تريد، كما تحب لي، تحب لي أن أعيش أعيش، تختار لي الموت، والله طبعا لا يختار إلا الخير. فبما أن الله اختار لزوجك هذه اللحظة لوفاته لأن يأخذه إلى ضيافته عز وجل، فهذه لحظة مثالية ومناسبة، وهي لمصلحته ومصلحتك أنت ومصلحتك أنت أيضا، لأن الله لا يختار إلا الخير ولا يريد إلا الخير. وبالتالي ينبغي ألا نقول: لماذا أخذ الله زوجي؟ لماذا أخذ الله ابني؟ لماذا أخذ الله زوجتي؟ ماذا فعلت لله حتى يأخذ مني أغلى ما أملك؟ لا لا يا أخي، لا، هذا الكلام لا يجوز في حق الملك سبحانه وتعالى. الملك هو المتصرف في هذا الكون. من الذي أعطاك هذا الزوج؟ هو الله. عندما تزوجت، تزوجت في اللحظة التي قدرها الله لك، وعندما قدر الله أن ينتهي هذا الأمر، أن تتفرقا بلا رجعة إلا أن تلتقيا يوم القيامة أو بعد الموت، فهذا الأمر بيد الله. إذن أول نصيحة أنا أود أن أبثها لكل أخت مؤمنة فقدت زوجها أو ابنها أو شخص عزيز عليها غالي عليها: الرضا بقضاء الله، إحساس الرضا. من رضي بالله ربا، من قال 10 مرات حين يصبح وحين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كان حقا على الله
أن يرضيه يوم القيامة. الرضا يحتاج إلى دعاء، يجب أن نكرر هذا الدعاء في حالة مصيبة الموت. عندما تصيبنا مصيبة الموت أن تسرع على الفور وتقول: رضيت بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. لأن النبي مات، فإذا كان أحب الخلق إلى الله مات، فإذا ما قيمة باقي الخلق؟ لا شيء أمام هذا النبي العظيم. وبالتالي نحن لنا أسوة حسنة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرضا بقضاء الله، أن نرضى عن الله، نرضى عما كتبه الله، نرضى عن هذه المصيبة ونسلم الأمر إلى الله. الشيء الثاني أحبتي في الله أن نكثر من قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه العبارة لا ينبغي أن تقال فقط في حالة الموت، يعني هذه ثقافة خاطئة. هذه العبارة يجب أن نقولها في كل حالاتنا، حتى في حالة السرور. يعني إذا أصابك ضيق في الرزق قل: إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا علمنا القرآن. إذا مرضت قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا فقدت إنسان عزيز قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. إذا خفت من إنسان قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا شعرت أن هناك من يريد أن يؤذيك أو يؤذيك، يريد أن يتربص بك بعد أن فقدت الحماية، شعرت بالخوف قولي: إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ سأقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف رقم واحد، والجوع رقم اثنين. معاناة البشر اليوم الجوع وقلة المال. ولنبلونكم بشيء من الخوف، نبلونكم يعني نختبرنكم، اختبار هو اختبار، هل تنجح أم تفشل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، قلة المال، والأنفس، تفقد زوج، تفقد إنسان عزيز، تفقد ابن، تفقد أخ، تفقد أب أو أم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. خمسة أنواع للبلاء، ولكن ماذا يقول؟ وبشر الصابرين. طيب يا رب أنا أحب أن أكون من الصابرين، ماذا أفعل؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا على الفور بلا تفكير، قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى هذه الطمأنينة التي يغرسها فيك هذا الدعاء. مهما كان حجم المصيبة كبيرا، نفسك تهدأ وتشعر أنك أيضا أنت ستعود إلى الله. هذه الآية تذكرك أيضا أنت سيكون لك نفس المصير وهو الموت، لذلك اعمل لما بعد الموت. طيب ما هي النتيجة يا رب إذا قلت هذا؟ إذا قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله أخي الحبيب، أختي الفاضلة، كلما قلت إنا لله وإنا إليه راجعون يجب أن تتخيل أن رحمات من الله تتنزل عليك، يجب أن تتخيل أن هناك ملائكة تحفك وتغشاك وتنقل هذه الكلمة وتصعد بها إلى السماء السابعة. إليه يصعد الكلم الطيب، وكلام الله هو أطيب كلام. يجب أن تعيش هذه المعاني لكي تهدأ نفسك وتطمئن وتشعر بحماية الله لك. هذا الزوج حتى عندما كان على قيد الحياة هو لا يستطيع أن يحمي نفسه، ولكن الله هو الذي يحمي زوجك ويحميك ويحمي كل البشر.
لذلك أنا عندما أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يجب أن أتصور في عقلي أن رحمات من الله تتنزل علي. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات هي الدعاء والرحمة والسكينة والهدوء والطمأنينة تنزل عليك. أولئك عليهم شيء يغشاك، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون على الطريق الصحيح. إذن الرضا بقضاء الله والإكثار من قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. الشيء الثالث أيها الأحبة، عندما يفقد الإنسان شخصا عزيزا جدا إلى قلبه وكان يؤمن له الحماية، يؤمن له الرزق، يؤمن له، طبعا الله هو الرزاق ولكن كان هو سبب في ذلك، كان ربما زوج يدلل زوجته، يحنو عليها، يعني دماغه يعمل على راحتها، وفقدت هذا بشيء، ولكن الله موجود، الله هو الرحيم. لن يكون الزوج مهما بلغ، لن يكون البشر كلهم لديهم رحمة مثل رحمة الله. الله خبأ لنا 99% من رحمته إلى يوم القيامة، و1% فقط من رحمة الله يتراحم بها العباد والخلائق والكون كله بمليارات مجراته وكائناته. إذن ما عند الله خير، والله خير وأبقى. إذن الشيء الثالث هو الدعاء والتوجه إلى الله بإخلاص، لأنه حقيقة الملحد عندما فقد اليقين بالله فقد كل شيء. من أكبر النعم التي أكرمنا الله بها نعمة الدعاء، لأن الدعاء هو المناجاة، هو أن تقترب أكثر من الله، تقترب أكثر من صاحب، من مالك الملك سبحانه وتعالى. يعز من يشاء ويذل من يشاء. أدعية كثيرة جدا، أدعية كثيرة ينبغي أن نتعلمها. الدعاء الأول إنا لله وإنا إليه راجعون. الدعاء الثاني كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كان أكثر دعاء النبي، ودعاء آخر كان يكثر منه النبي، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. لأن المرأة ضعيفة، قد تنحرف، قد تضل، قد يعني تلعب بها الأهواء، ونحن في هذا العصر للأسف عصر مليء بالشبهات، مليء بالظلم، مليء بالفواحش، مليء بالإغراءات المادية، مليء جدا. لذلك ينبغي على هذه الزوجة أن تحافظ على نفسها، أن تدعو بهذا الدعاء ليحفظها الله، ليحفظ قلبها. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. أدعية القرآن أيها الأحبة كلها فيها مواساة. يعني سأعطيكم دعاء من أنا أحبه كثيرا، من قصة سيدنا يوسف، هذه القصة التي نزلت لتواسي قلب الحبيب. طبعا من النصائح التي سأقولها بعد قليل الاستماع للقرآن. بعد موت الزوج يتولد في حياة الزوجة فراغ كبير، يجب أن تملأي هذا الفراغ بالاستماع للقرآن. وحقيقة النبي يقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كل حرف بعشر حسنات. الذي يستمع للقرآن يأخذ نفس الأجر وربما أكثر، لأن العبرة ليست أن تقرأ أو تستمع، العبرة كم خشعت
وكم تأثرت وكم دمعت عيونك. هذه هي العبرة، وليس العبرة أن تقرأ مثل الببغاء. الملحد يقرأ القرآن، إبليس قد يقرأ القرآن. العبرة هي الخشوع، العبرة هي التدبر، العبرة هي أن تثق بالله أكثر، أن تستيقن بوعد الله، تستيقن أن هذا الإله لن يتركك ولن ينساك، أن هذا الإله العظيم عندما أدعوه هو أقرب إلي من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إلي من نفسي، يعلم ما في نفسي. ولذلك الدعاء ضروري جدا، وبخاصة أدعية الأنبياء، لأن الأنبياء كلهم مروا بأزمات ونجحوا في اجتيازها، اختبارات مروا بها، ابتلاءات. سيدنا يعقوب عليه السلام ماذا قال لقومه، لبنيه عفوا، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. انظروا أحبتي في الكلمات قليلة جدا، ولكن من منا يتذكر أن يقول الكلمات في حالة المصيبة، في حالة فقدان إنسان عزيز؟ سيدنا يعقوب وهو نبي كريم من سلالة الأنبياء، أبوه نبي وجده نبي وابنه نبي، يعني هذا النبي له ميزة عظيمة بين الأنبياء، ابنه نبي وأبوه نبي وجده نبي، ذرية بعضها من بعض. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ست كلمات فقط تلخص مشكلتك أو مشكلتك أخي الفاضل. أي مصيبة فقدان لابن، لزوج، لزوجة، مهما كانت، لأخ، لطفل، استخدم هذا الدعاء، صدقني له مفعول السحر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا تترك هذا الفيديو إلا وتحفظ هذه الكلمات، ست كلمات يعني واحد أحدنا يحفظ آلاف الجمل والكلمات والكلام الفارغ يحشو دماغه بها، احفظ هذه الست كلمات. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. من الأدعية التي دعا بها سيدنا يعقوب عليه السلام دعاء الحفظ. المرأة كائن ضعيف، كائن يطمع به، الله صممه هكذا، صممه ككائن حساس عاطفي فيه ضعف. فعندما يموت الزوج كما قلت تفقد المرأة جزء كبير من حمايتها وحفظها وأنسها، فلا بد أن تدعو بأدعية ليحفظها الله، ليهيئ لها من يحفظها بعد زوجها. الدعاء الذي أتمنى أن تتعلمه كل أخت فاضلة وكل أخ فقد إنسان عزيز أو يخشى على فقدان ابنه أو أخيها وأبيها وأي من يحب، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ست كلمات أيضا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا الكلام يجب أن تحفظه كما تحفظ اسمك، مهم جدا، وستسأل عنه يوم القيامة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الله سيسألنا عن القرآن، سيسألنا ماذا فعلنا بكلام الله، هل نسينا؟ نسوا الله فنسيهم. إياك أن تنسى الله أخي الحبيب. القلب الذي لا يذكر الله مثل البيت الخرب، القلب الذي لا يقرأ القرآن قاسي. إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. الاستماع إلى القرآن أحبتي في الله شيء مهم جدا، وبخاصة سورة سيدنا يوسف.
هذه السورة نزلت على قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة في أصعب اللحظات التي كان يمر بها. الكل يؤذيه، حتى أهله، حتى عمه، أقرب الناس إليه يؤذيه، يتكلم عليه بسوء، يكذبوه، ولا يريد منهم شيئا. لا أسألكم عليه من أجر، لا يريد لهم الخير. أنت ترى إنسان أعمى يسير ويريد أن يرمي نفسه في البحر، وتريد أن تنقذه وهو يشتمك ويسبك ويؤذيك ويتآمر لقتلك. هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن ينقذهم من النار وهم أرادوا قتله وإيذاءه وتكذيبه واتهموه بالخرافات والأساطير. هذه المرحلة كانت قاسية جدا. أنزل الله عليه سورة يوسف مواساة له، يقول له: انظر أيها النبي الكريم يعقوب، النبي الكريم عليه السلام فقد ابنه فلم ييأس، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إياك أختي الفاضلة أن تيأسي، لأن اليأس كفر، اليأس كفر بالله. إنه لا ييأس من روح الله، أي لا ييأس من رحمة الله وكرم الله وعطاء الله، إلا الكافر، إلا القوم الكافرون. يجب أن تكون المعنويات عالية. كيف أرفع معنوياتي أنا عندما أفقد عزيزا إلى قلبي؟ القرآن، أن أستمع للقرآن، وبخاصة بعض السور التي كانت تنزل على قلب حبيبنا مواساة له، وعلى رأسها سورة يوسف عليه السلام. في قصة يوسف عليه السلام، القصة التي فقد سيدنا يعقوب ابنه كما في التفاسير 40 عاما تقريبا، ولم ييأس من الله، ولم ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. كان يكرر في أكثر من موضع: فصبر جميل، فصبر جميل. عندما تفقد الزوجة زوجها يجب أن تكرر هذه العبارة: فصبر جميل، وتطبق هذا الصبر على أرض الواقع. لا أن تشتم وتعصب وتغضب وتنفعل وتسب هذا وتضيق على نفسها وتضيق على الآخرين، لا. فصبر جميل. إذن الصبر الجميل هو الذي سيحل كل المشاكل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم القيامة الملائكة تقول للمؤمنين: سلام عليكم بما صبرتم. ويقال للمؤمن: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي الجنة، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن أخي الحبيب، أختي الفاضلة، الصبر هو محور العلاج. الصبر هو كل شيء على فكرة، ولكن هذا الصبر يجب أن يكون ابتغاء وجه الله، أن يكون من أجل الله، لله تعالى. أنا سأصبر لله، يا رب أنت أخذت فلان وأنا حرمت من فلان، وهذا الرجل كان أنيسا، كان فاضلا، كان كريما، كان حنونا، كان كل شيء، فأنا سأصبر من أجل الله فقط، ليس من أجل فلان أو فلان، وليس لأنني مضطر على الصبر، لا. فصبر جميل.
فالصبر هو مفتاح الجنة الحقيقي أيها الأحبة، وهو علاج لمعظم الأمراض، علاج لكل المشاكل، علاج لكل المصائب، الصبر. طيب، هناك سور كثيرة في القرآن أحبتي في الله، هذه السور كلها كانت تنزل لتواسي قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأنه عانى كثيرا وتعب كثيرا وتأذى كثيرا وتألم كثيرا وصبر كثيرا. وأشد الناس بلاء الأنبياء. سورة القصص أيضا تصور لنا فقدان أم موسى ابنها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. الإنسان عندما يفقد إنسان عزيز عليه الدنيا تصبح فارغة، دماغه وقلبه فارغ، لا يستطيع أن يفكر بأي شيء. الحالة هذه أيها الأحبة لا يستطيع أن يشعر بها إلا من يمر بها، أنا لا أستطيع أن أعبر عنها الآن، إلا من يعيشها الآن هو الذي يستطيع أن يصف الفقدان، يستطيع أن يصف فقدان هذا الإنسان العزيز. لذلك سورة طه وسورة القصص من السور أيضا العظيمة التي أنا أنصح بالاستماع إليها باستمرار في حالة فقدان الزوج أو الزوجة. وكما قلت سورة يوسف رقم واحد بالنسبة لي يعني. طبعا القرآن كله كلام الله وكله خير وكله مواساة، ولكن هناك سبحان الله قصص تؤثر أحيانا، يعني أنا من النوع الذي أتأثر بقصة سيدنا يوسف كثيرا، لذلك أنا اخترت هذه السورة لأنها تعبر عن إنسان فقد أحب ما لديه، هو ابنه المدلل سيدنا يوسف، فقده هو لسنوات طويلة مع الأمل أنه سيعود. هنا الأمل أختي الفاضلة أن اللقاء سيكون بعد الموت إن شاء الله. هذا الإنسان عندما توفاه الله هو الآن في الجنة ينعم إن شاء الله. طبعا هو يتمنى لزوجته نفس الإكرام، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا الزوج يعيش في جنات النعيم، بالنسبة له أفضل بمليار مرة من هذه الدنيا المليئة بالأمراض والخوف وحاجة الناس وكذا والبلاء. هناك لا يوجد بلاء، هناك راحة نفسية، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فيجب أن تعلم الزوجة أن زوجها إن شاء الله إذا كان صالحا، بالنسبة للملحد هذا موضوع آخر، نسأل الله الرحمة لجميع الناس. بالنسبة للمؤمن والزوجة المؤمنة يجب أن تعلم أن هذا الزوج يتنعم في جنات النعيم، ويمكن أن يكون شفيعا لها وهي تشفع له أيضا يوم القيامة بسبب أعماله الصالحة وأعمالها الصالحة. فالذي يريده هذا الزوج هو الدعاء، هو لن يستفيد من البكاء شيئا، سيعذب ببكائك عليه، على فكرة سيتألم، لا يحب البكاء، الميت انتهى خلص، هو الآن بين يدي الله. العمل الذي يمكن أن تقومي به هو الدعاء له، التصدق على نية أن يرحمه الله، أن تتحدثي بكلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة، على أمل أن تكون هذه الكلمة الطيبة صدقة جارية له، أن تقرأي له القرآن، أن تستمعي القرآن وتهبي ثواب هذا الاستماع له. يعني الإنسان إذا مات يصله عمل ولده وكذلك عمل زوجته، لأنه أحسن إليها وعلمها وكان يصلي معها وكان يرشدها وكان ينصحها، فعندما تدعو له يصله هذا الدعاء. فلذلك ينبغي الإكثار من الدعاء، الإكثار من أي عمل فيه خير. تذكري هذا الإنسان العزيز إلى قلبك
وقل يا رب أنا أهب ثواب هذا العمل لهذا الزوج الصالح إن شاء الله. تصدقي ولو بنصف تمرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، جزء من تمرة، يعني التمرة ما قيمتها اليوم؟ لا يكاد يكون لها قيمة اليوم التمرة. فتصور جزء من تمرة سينتفع به بها هذا الميت، وستكون صدقة جارية له، يصله ثوابها. الصدقة كل يوم ولو بأشياء قليلة، ذكر الله والدعاء والاستماع للقرآن، مع الثقة بالله أن الأرواح وأن الأنفس ستلتقي في عالم البرزخ. لأن يعني قلنا إن الإنسان عندما يموت نفسه هي التي تخرج إلى عالم البرزخ، والملائكة تخاطب الإنسان لحظة الموت تقول له ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. لذلك يجب أن تعتقدي أن لقائك مع هذا الزوج قريب جدا، لأن الموت قريب، الأجل قريب. الدنيا حتى لو استمرت 100 سنة هي ساعة واحدة فقط، الدنيا ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذن الحياة قصيرة جدا، ولكن ينبغي أن نعمل بسرعة لأن الرحيل قريب. يجب أن نكثر من العمل والدعاء والعمل الصالح وحسن الخلق والكلام الطيب، كله صدقة لنا ولمن نحب أيضا. فيجب أن نستيقن أننا سنلتقي مع من نحب. هذا كلام الله ليس كلامي أيها الأحبة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، هذه الآية تتنزل على الإنسان لحظة الموت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هذا ليس يوم القيامة، هذا لحظة الموت. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا الزوج إذا كان صالحا لقد مر بهذا الموقف، الملائكة تنزلت عليه وقالت له ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. اشتهاء النفس هنا يتحقق منذ لحظة الموت في عالم البرزخ إلى يوم القيامة إلى الجنة إن شاء الله. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فالإنسان عندما يشتهي أن يلتقي مع من يحب بعد الموت سيحقق له الله ذلك، ولكن إياك أن تتمني الموت. هذا دعاء علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتمنين أحدكم الموت. إما أن يكون محسنا فيكثر أو مسيئا فيتوب، إن كان لابد فليقل. هذا دعاء مهم يمكن أن نقوله إذا فقدنا محبا ومررنا بنوع من اليأس أو نوع من الحزن أو نوع من كره الحياة. اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي. يعني فعلا فعلا كلام النبي يطمئن الإنسان، يطمئن جدا به. اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كان الموت خيرا لي. يا رب أنت اختر لي اللحظة التي أموت فيها، قد تكون غدا، أنا ليس لدي اعتراض، كل نفس ذائقة الموت، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. عبارة الحمد لله ينبغي أن تكون على لسان الزوج والزوجة إذا فقد واحد منهم الآخر. الحمد لله دائما، إنا لله وإنا إليه راجعون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكل الأدعية الواردة في القرآن ندعو بها. في حالة الضيق الشديد علمنا القرآن دعاء سيدنا يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في حالة الضر
والضيق أيضا دعاء سيدنا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في حالة الإحساس بالوحدة، والمرأة بالفعل تشعر بالوحدة بعد فقدان زوجها، دعاء سيدنا زكريا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إذن أحبتي في الله، ملخص لهذا اللقاء الطيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع المسلمين، وأن يكتب الرحمة لكل من فقد إنسانا عزيزا على قلبه. الدعاء للزوج، الصبر الجميل، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، الإكثار من الاستماع للقرآن. أنا أذكركم بما تناولناه في هذه الحلقة، الثقة بالله، عدم اليأس، قراءة القرآن أيضا، الصدقة، الصدقة والدعاء، الإكثار من قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، في كل حال، في كل لحظة. الثقة بالله، البشرى، نستيقن أننا سنلتقي مع من نحب بعد الموت. لا نتمنى الموت أبدا، لا نتمنى الموت أحبتي في الله، ولكن نتمنى لقاء الله. وأختم معكم بهذه الآية الكريمة، يمكن أن تكون، يعني أنا أنصح الكل أن يحفظ هذه الآية ويكررها ويعمل من أجلها. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم أموات المسلمين جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.